بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، معكم صالح الطاهر المحامي بالنقد من المركز الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية. احنا النهاردة يسرنا أن نتكلم مع سيادتكم في مواضيع هامة. سبق لنا في أحد الحلقات في فيديو سابق أننا قد تحدثنا عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في نبذات مختصرة، وقد أوضحنا فيه بعض النقاط التي يتضمنها هذا القانون. وهذا الفيديو كنا نتمنى من المولى سبحانه وتعالى أن يحوز إعجابكم وأن يؤدي إليكم كل ما ترجونه من معلومات. ونظرا للإعجاب بهذا الفيديو فإننا قررنا أن نتكلم في حلقات أخرى وفيديوهات كثيرة عن قانون الأحوال الشخصية الجديد. وفي مضمون هذا القانون بالإجمال عسى أن نستطيع أن نوصل لسيادتكم ونوصل لسيادتكم المعلومات الكافية لاستيعاب هذا القانون وإيضاح ما كل ما هو غامض. حضرات السادة المشاهدين، قانون الأحوال الشخصية الجديد بيتضمن في مجمله البنود التي يشتمل عليها هي 355 مادة. هذه المواد تناقش الناحية الموضوعية للقضايا الأحوال الشخصية والناحية الإجرائية لهذه القضايا. أيضا هذا القانون يحقق التوازن فيما بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الطفل حتى يأخذ كل ذي حق حقه. أيضا قانون الأحوال الشخصية راعى بالنسبة للطلاق أن يكون هناك توثيقا للطلاق كما أن هناك توثيقا للزواج حتى تأمن الأسرة المصرية الاستقرار الكامل في ظل هذا القانون. أيضا في حالة الطلاق الزوجة ليس عليها أي التزامات إلا من تاريخ علمها بهذا الطلاق. راعى القانون الجديد منح القاضي صلاحيات جديدة، هذه الصلاحيات بيتعامل معها في بالنسبة للقضايا التي تتضمن حالات حرجة، وذلك من أجل دعم الأسرة المصرية وتحقيقا للاستقرار للمجتمع المصري. أيضا هذا القانون سمح للقاضي أن يقوم بالاتصال بجهة عمل المطلق عشان يقدر يوصل لحجم الدخل لهذا الرجل حتى تستطيع المحكمة أو يستطيع القاضي أن يقدر النفقة على مستوى دخل المطلق، وحتى يضمن ذلك سرعة اتخاذ الإجراء الذي لا يتعدى من يوم إلى 3 أيام. القانون الجديد راعى أيضا أن تكون جميع قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالطرفين تعرض في محكمة واحدة وأمام قاضي واحد هو الذي يفتح ملف لجميع هذه القضايا، وحينما يضع حكما أو قرارا فإنه يضع قرارا شاملا لجميع منازعات الأسرية في مضمونها بالكامل، بحيث أنه تنتهي هذه المشكلة في خلال عدة أيام، وكل ذي حق يأخذ حقه. وبيراعي هنا القانون في هذه السرعة من الإنجاز مراعاة لحقوق الرجل وحقوق المرأة وحقوق الطفل الصغير. حضرات السادة المشاهدين، طبعا قانون الأحوال الشخصية الجديد
بيتضمن مواد قانون كثيرة وبنود كثيرة، ويحتاج إلى فترة طويلة لإيضاح هذه المواد والحديث عنها. طبعا احنا بنرجو سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الفيديو، اذا كان هناك استفسار او تعليق او اي ايضاح، ان يترك هذا في التعليقات، وسوف نقوم بالرد عليه لسيادتكم. ونشكركم على حسن الانصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.